بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is video number 49 about how to recite Quran in the proper way. And inshallah, in this video, we will review Surah Al-A'la, inshallah ta'ala. Let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سيدي إن شاء الله عز وجل in the next video والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته